بلاتي اليوم مشيت المارشي وجبت الحوت، قلت نشاركو مع خوتي. ها انتم غادي تشوفوا. دابا بغيت نوري البنات الصغارات اللي عاد بداو الجواج، اللي باقين صغار ما تيعرفوش يغسلوا الحوت. امال البنات اللي قدي والعيالات اللي قدي راهم عارفين كل شيء، راه تبارك الله عليهم، راه عارفين كيفاش يغسلوا الحوت، عارفين كيفاش يتشر من الحوت، كيفاش تيتقلى. انا بغيت نوري الحوت للبنيات اللي باقين صغار اللي عاد بادين في الجواج. زيدي قربي عدي هنا باش نوري لخواتاتي لبنياتي كيفاش تيتغسل الحوت. انا دابا راه في الاول ما حيقد تنحيد على راسو حتى الجوجه تنحيد السنسول. ها انتم بناتي بحال هكا باش يتحيد السنسول، بحال هكا غتشديها من هنا. ها انتم بحال هكا، ها انتم هاد الشيء راه البنيات اللي عاد باديين الجواج اللي باقين ما عارفينش مساكن، كي بحالنا حنا كنا باقين صغار ما كناش نعرفوا حتى حاجه، والدينا اللي علمونا كل شيء ما كناش حنا عارفين. وين بشويه بشويه راه تعلمنا كل شيء. هذه تنوريها للبنات الصغار ماشي للبنات اللي قدي تبارك الله عليهم، راه كل شيء عارفنا، راه تيحطوا عندها من ايديهم. هذه تنوريها للبنيات الصغار اللي عاد بادين في الحياه بحال هكا يا بنياتي. ها انتم كي بحالك تحيدوا له الراس بشويه وتبعي بشويه تحيدوا له السنسول باش ما يتخسرش. ها بحالك، ها بحالك بحالك بحالك، تتشديها من هنا وتجريها بشويه من هنا، عاد بشويه تجريها باش ما تشرقيش الحوته. وتبارك الله عليكم، الله يجعل ربي هذا الشيء اللي تنوريه لكم تفهموه وتعلموا ليه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ها انتم الحبابات دياولي، انا دابا غسلت معكم الحوت، دابا غنولي ندير العطريه. قربي لهنا وريهم. بسم الله غنبداو بالكمون، وحط ثلاثه المعالق صغار ديال الكمون، جوج معالق صغار ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الحار، واللي تيبغي الحار يدير الحار على تبقى على الاختيار على الواحد، كل واحد تيبغي، كاين اللي تيبغي الحار بزاف كاين اللي ما تيبغيش، الملحه على حسب الذوق كل واحد اش تيبغي. عاوتاني ما نقدرش نقول لكم انا اش ديروا واش ديروا في الملحه، الملحه كل حسب الذوق كل واحد والذوق ديالو. ها هو يا القزبر، هذا القزبر هنا والمعدنوس والثومه مطحونين. بسم الله بسم الله. ايوا هذا السيترون، ها هو بحال هكا غنعصروه، نعصرو السيترون. والحوت ديروا له بحال هكا، اللي مزروب باغي يقلي دغيا الحوت يدوروا بحال هكايا على الشبكه باش دغيا هذاك الماء يهود. انا نشرتوها على الشبكه، انا كنتو مزروبين باغيين تقليو الحوت بلا ما تخشيو الحوت في الشبكه حتى يبقى الماء. انا دابا الشرموله ديالي هي هذه، هي تخلطت من كل شيء، العطريه كل شيء مخلط هنايا، هاد الشرميل هنايا، هاد الشرميل هو هذا تنوريه للبنات اللي عاد بادين في الجواج، هذا الشيء اللي تنوريه. دابا ها الشرموله راه صافي خلطتها، دابا غنبدا الشرميل. دابا خلطتي الشرموله ديالك، تنوري للبنات الصغارات اللي عاد بادين. قربي هنا وريهم كيفاش. ها انتما خوتي خواتاتي، ها انتما هاد الشرميل بحالك، ها تتشدي وحده تتزديها على وحده هاك. هاد الشرموله تبارك الله راه على مزينه، ريحتها عاطيه كي دايره مع ريحه السيترون وريحه الكامون والسودانيه وكل شيء، ريحتها على مزينه عاطيه. هاد الشرميل هو هذا بحال هكا تنوريه للبنات اللي عاد بادين. مال العيالات اللي قدي راهم تبارك الله عليهم، ماشي نقولوا ما عارفين حتى حاجه، راه كل شيء عارفنا. وغاد هذيك الساعه راه غندوز العواد نقليه على العواد، انا راه تعجبني الماكله ديال العواد، الماكله ديال العواد. ها انتم معاها المشاهدين، هيا تبدا تقلي على العواد غتوريكم كلشي كي تدير له، غنوريهم كيفاش تنقلي على العواد وكيفاش هادي. والماكله ديال العواد راه في الفراح ديالنا، راه هو هذا ديروا له الطحين بحال هكا. ها انتم ها انتم المشاهدين، ها انتم على العواد.
والعافيه تكون مهيله باش ما الحوت ما يتحرك. لا شفتوا العافيه شعلت بزاف خوي وشويه من تحت الفراخ خوي وشويه العافيه باش يطيب لكم زوين ومقرمل باش ما يطيبش مغدور. لا طاب مغدور غيكون خضر. ايوا ها انتم الخوت. شوفا يلا خد جميع الحوت خديجة. خديجة لا اش تديري دابا اليوم؟ راه نهار الحوت عندي المشاهدين عندي المارشي اليوم وعندي رانا في السوق رانا في السوق انايا. شحال الحوت؟ الحوت 600 الكيلو اسيدي 600 زيدوا عندي زيدوا. انا دابا راه دايره قيطون راه قاعده في لا غلا على مسكين. لا غلا على مسكين اللي يبغى الرخص يجي عند خديجه صافي راه 600 ريال بركه عليكم. ديروا لي ابوني ما تخلونيش نتحرق على هكا كاينات على العافيه. دخلوا عندي للشان ديال خديجه الحسناويه. دابا انتم اخوتي احنا سالينا الحوت ديالنا دابا كيجاكم دابا كيجاكم الحوت لا يعجبكم كتبوا لي في الكومنتير وشجعوني ودخلوا عندي خديجه الحسناويه باش ديما تعطيكم الجديد. وشكرا بزاف باي باي عليكم.